حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكد النائب فراس المسلماوي أن مشروع قانون الموازنة سيكتمل نهاية الأسبوع الحالي، وقال النائب المسلماوي إن الموازنة وصلت من الحكومة متأخرة، وإن مجلس النواب بادر بالقراءة الأولى ثم الثانية، ثم أخذت اللجنة المالية باستضافة الوزارات والهيئات والمحافظات واللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب، وأخذت كل الملاحظات خلال الأسبوعين الماضيين. وأضاف أن اللجنة المالية الآن في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة بعد أن استمعت لجميع الملاحظات، مبيناً أن الموازنة ستكتمل بنهاية الأسبوع الحالي. انخفضت أسعار صرف الدينار مقابل الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد وأربيل، وانخفضت قيمة الدينار أمام الدولار في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 1480 ديناراً للدولار، بينما بلغت أسعار الشراء 1460 ديناراً. وفي أربيل بلغ سعر البيع 1477 ديناراً وسعر الشراء 1476 دولاراً أو ديناراً لكل دولار واحد. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العراق تراجع 3 مراتب من بين أكبر الحائزين الأجانب للسندات الأمريكية. قالت الخزانة إن العراق تراجع 3 مراتب بعد أن خفض حيازته من السندات خلال شهر آذار الماضي، ليصل إلى المرتبة 33 من بين الدول الأكبر حيازة لسندات الخزانة الأمريكية البالغ عددها 38 دولة، مدرجة بالجدول للدول التي يجب أن تبلغ حيازتها أكثر من 33 مليار دولار. قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك هيثم الغيث، قال إن نقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز يمكن أن يسبب تقلباً في الأسواق على المدى الطويل ويهدد النمو. وقال الأمين العام للمنظمة إن العالم بحاجة إلى التركيز على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بدلاً من استبدال شكل من الطاقة بآخر، وشدد على أن هناك حاجة لضخ استثمارات كبرى في كل قطاعات الطاقة. وتشير تقديرات أوبك إلى أن العالم يحتاج إلى استثمارات بقيمة تصل إلى أكثر من 12 تريليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على النفط على المدى الطويل. تراجعت أسعار النفط بعدما عوض الحذر بشأن محادثات سقف الديون الأمريكية والمخاوف بشأن تعافي الطلب في الصين الدعم من انخفاض منتجي أوبك بلس. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت 54 سنتا لتصل إلى 75 دولارا و4 سنتات للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا ليصل إلى 70 دولارا و94 سنتاً. وفي أحدث تقرير شهري لها، حذرت وكالة الطاقة الدولية من نقص يلوح في الأفق في النصف الثاني، حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب العرض بنحو 2 مليوني برميل يومياً. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.